السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I will continue chapter of the strabismus. النهاردة هناخد ال clinical evaluation of the case of strabismus. ببساطة كده لو أنا شفت حالة سكوينت في العيادة أو الأم، حتى مش شرط إن أنا أكون أنا شايفاها، يعني لأن في strabismus طبعا intermittent هنعرفه لما الأم تيجي تشتكي إن مثلا إن في eye deviations في ابنها أو كده، حتى لو مش معظم الوقت، او حد يجي يقول لي وانا بسرح بلاحظ ان عيني بتحدف. الكلام ده كله بنسمعه في العيادات. انا in general اي حاله سكوينت بنقسمها لحاجتين، ان احنا بنعمل موتور اسسمنت خلاص وسنسوري اسسمنت. سنسوري اسسمنت اللي هو الفيجوال فانكشن بتاعه البيشنت دوت او بتاعه الطفل او ان كان ادلت او صغير او كبير. الموتور اسسمنت اللي هي بتشمل ان انا بفحص الاكسترا اوكلر موفمنت، ان انا بقيس الـ الـ بقيس الـ النوع الاسترابيزمس، بقيس الديجري بتاعته، بشوف ان كان في ان هو جاست مانيفست ولا في مانيفست وليتنت، لان مش كل انواع الاسترابيزمس بتبقى جاست مانيفست. يعني احنا عارفين الكاتيجوري الكبير اللي كنا دارسين مثلا ان انا اي استرابيزمس الاول بقول هو ده ترو ولا سودو، خلاص دي تقسيمه. سودو دي انا هاكسكلود بحاجات كتير، يا اما هو معاه اناتوميكال لاند مارك تديني كي ان الحاله دي سودو زي العيان اللي عنده ابيكانسس، يا اما انا مثلا وانا بالترش بتاعي كده خلاص اللي هو الرف ميثود البسيطه جدا، بس دي مش بنعتمد عليها في الاسسمنت، هي جاست بنستخدمها مع الناس الانكوبريتيف، او رف ميثود ان هي اكسكلود سودو فروم ذا ترو، ان انا بالترش بتاعي اللي هو اسمه هيرشسبرج تيست، ان انا احط كده اشوف الريفلكس بتاع البيوبل هنا سنترال وهنا سنترال، مفيش انا في السنتر بتاع البيوبل ده وفي السنتر بيوبل بتاع ده، يبقى خلاص يبقى ده سودو سكوينت اور سودو سترابيزمس. فمن الاول انا اكسكلود السودو سترابيزمس. نيجي بقى للترو. الترو دوت ممكن يبقى مانيفست وممكن يبقى ليتنت. مانيفست اللي هو واضح قدامي ان بوث ايز ار مس الايند، العينين مش الايند مع بعض. هو ايه الالاينمنت بتاعي الطبيعي؟ ان انا وانا بصه في الفار ديستنت الاثنين المفروض البوث فيجوال اكسيسز ار بارلل، ولما ببص في نير فيجن ان البوث فيجوال اكسيسز بيكون كونفرجنت، هو دوت النورمال الاينمنت الطبيعي. لو انا الاثنين الفيجوال اكسيسز الاثنين مس الايند، طب ده هعرفه ازاي؟ ان انه ابسط حاجه برضو هرجع تاني للهيرشسبرج تيست، ان انا وانا ماسكه التورش بتاعي بيبقى ريفلكس سنترال وريفلكس التاني مش سنترال، ايا كان بقى على النيزال سايد بتاع البيوبيل، على التمبورال سايد، فوق تحت، مش هادي اللي مش بنقول التايب دلوقتي، هعرف ان بوث ايز ار مس الايند والعين كده قدامي، ده يبقى ده المانيفست او اللي بنقول عليه تروبيا. طيب لو هو لا ما بيظهرش قدامي طول الوقت، مش ظاهر قدامي اي حاجه، بس لما انا بروسيد وبعمل اسسمنت خصوصا للموتور كومبوننت بتاع الاسترابيزمس واكتشف ان انا عندي في latent او بيظهر او تظهر movement under cover، يعني معنى ايه under cover؟ يعني انا مغطيت عين وسبت عين مفتوحة، العين اللي تحت الغطا ريحت فبالتالي اتحركت. طب هي ريحت ليه؟ يبقى عشان تعملت binocular dissociation، يبقى العين دي عندها tendency to deviate when the binocular vision is dissociated، هو ده اللي بنقول عليه latent او فوريا او ليتنت سكوينت. طبعا في السكوينت مش شرط يبقى مانيفست او ليتنت، وممكن يبقى تو كومبوننت مع بعض، وده كتير جدا. فعشان كده احنا بنعمل اسسمنت مور سوفيستيكيتد شويه علشان طبعا نشوف المانيفست كومبوننت بلس الفوريك كومبوننت او بنقول عليه ليتنت كومبوننت، وده هتقول لي هيفرق معانا في ايه؟ هيفرق معانا في احيانا لما بنختار الانجل اللي بنشتغل عليها في عمليات السكوينت، ما بنعتمدش على المانيفست بس، لا ولا التوتال برضو، بناخد المانيفست والليتنت التوتال انجل نشتغل عليها عشان ما يحصلش اندر كوركشن. وطيب anyway مش هندخل في تفاصيل العمليات، احنا خلاص قلنا احنا بعمل sensory assessment و motor assessment. هنا كانسكي بادي طبعا، احنا اي examination هنبتدي بالhistory ده عادي، بس هو كانسكي بادي بالsensory assessment الاول. هي طبعا clinical او في العيادات او حتى لما تدخل اي exam الدنيا ما تمشيش كده، احنا ما بناخدش العين نعمل له visual او sensory assessment على طول. sensory assessment ده بنخليه خطوة بعد motor assessment، لان هو
المشكله ان عين دلوقتي جاي في سكوينت. اوكي اي ويل اسس الموتور واشوف بقى الدوكيومنت السكوينت بتاعي والانجل وايه نوعه ولو في عضله فيها اندر اكشن او اوفر اكشن كل الحاجات دي هعملها. طب السنسوري مهم؟ ايوه طبعا السنسوري مهم. مش انا سالتكم في الفيديو اللي قبل كده احنا بنتكلم على الامبليوبيا وقلنا لما بيكون عندي استرابيزميك امبليوبيا انا في الاول بصلح كده خطوات. بص لازم تحفظها زي اسمك الاسترابيزمس رولز كده اي بي سي رول كده اعتبر ده الاي بي سي رولز بتاع الاسترابيزمس. انت في الاول كوركت الايرورز كوركت الايرورز تريتمنت الامبليوبيا وبعد كده بقى نبتدي نشتغل على الانجل. لكن ما ينفعش اشتغل على الانجل وانا ما عملتش اي ترايل اي تريتمنت في الامبليوبيا. طب ما هتقولي طب ما في حالات احنا عارفين اصلا ان كده لازم هنشتغل هنعمل عمليه كده عاجلا ام اجلا زي الحالات الكونجنتال واللي ما معهاش اصلا هاي ايرورز او كده. اوكي بس انت ما صلحتش الامبليوبيا اللي عنده. هتقولي طب ما هو دوت عدى سن البلاستيستي بتاعت الامبليوبيا تريتمنت يعني الطفل اكبر من 8 سنين او بقى 10 او 12 سنه جيت ترايل. انا قلت لك ان في ناس ابتو 17 سنه بيجيبوا يعني ارجعوا الفيديو تريتمنت اوف امبليوبيا تاني هتلاقي ان في ناس الاستاديز ده مش كلامي انا الشخصي دي الاستاديز وده ايفيدنس بيست ميديسين ان في ناس فوق ال 17 سنه ممكن بتجيب ريزلتس فلازم العين ياخد البيست تشانس خلاص. فاحنا غالبا بنمشي موتور وبعد كده بنمشي فيجوال بس احنا ستيكي الكانسكي فخلينا نشوف كانسكي كاتب ايه ونمشي معاه خطوه خطوه. هو اول حاجه كاتب الهيستوري ان انت المفروض تسال عن الايج اوف اونست وطبعا من جزء من الايج اوف اونست لو العيله دي عندها البوم فوتوز للبيبي ده وهو اول ما اتولد تقول لهم هاتوا لي مثلا صور وهو اول ما اتولد وبعد كده لو انت بتشوفه ليت يعني مثلا بتشوفه على سن سنتين ثلاثه وهم مش اوير قوي الطفل ده هو اتولد بالسكوينت ده ولا جاله متاخر فاقول لهم طب وروني الصور لان انت ممكن من الصور تشوف السكوينت المانيفست قدامك من الطفل بيبي او تشوف اي ابنورمال هيد بوتشر بتقول لك ان الطفل دوت مولود بالسكوينت او تشوف اي ساينس دي كي للحاله يعني ان هو دوت as a birth or late after that. طبعا كل ما كان الاهل ادوا هيستوري ان السكوينت دوت as a birth فده معناه بنتكلم في congenital type او اللي بنقول عليه essential type اللي هو غالبا بيبقى مشكله في العضلات مش مشكله errors of refraction فغالبا ده محتاج اللي هو كانسكي بيقول ده more likely need for surgical correction. دي rules كده من age of onset. لو قال لك لا ده هم الاهل ابتدوا قالوا لا ده احنا لاحظناه على سن سنتين من سنتين لثلاث سنين غالبا دوت بيبقى مع تطور الـ errors of refraction في الطفل فغالبا ده النوع اللي هو خلينا نقول error based ده في حالات الايزو. في حالات الايزو هنعرف ان هو مش ايرور بيست بيبقى مصر امبالانس برضو بس بيبتدي انترميتنت ما يبتديش على طول يعني كونستانت على طول خلاص. فلما من سن 18 شهر ل 36 شهر اللي هو يعني خلينا نقول سنه ونص لثلاث سنين ده غالبا سن الاكوموديتيف بيست او الايرور اوف ريفراكشن بيست ايزوتروبيا وبرضو سن بدايه الايزوتروبيا اللي هي الانترميتنت تايب بس ده مش بيبقى ايرور بيست بس بيبقى انترميتنت بيمشي في سيكول كده انترميتنت وبعد كده كونستانت ما بيجلكش مره واحده كده ما بيهجمش كونستانت ده بيبقى مصر امبالانس ده بيبقى عايز عمليات. اما الاكوموديتيف تايب في الايزوتروبيا ممكن احيانا اللي هو بيور اكوموديتيف هنعرفها في التايبس هنعرف ان هو ممكن يتصلح عادي بالايرور بالنضارات يعني. طبعا كل ما كان longer durations يعني الاهل بيقولك متاخر بحاله السكوينت هتبقى عارف ان في ريسك اوف امبليوبيا خصوصا لو كان يونيلاترال. البايلاترال او الالترنيتنج سكوينت اللي هو بيفكسيت ما عندوش بريفرنس العين يكيب الفيكسيشن. خلي بالكم هو اصلا معظم الوقت يعني في اصلا ناس معترضه على تسميه اليونيلاترال سكوينت ده هو بيتقال ان الاستنشن ده بنتكلم في الاستنشن مش بنتكلم في الحاجات السنسوري او الاكوايرد زي النيورولوجيكال او كده. هو بيتقال اصلا السكوينت ده ميس الاينمنت بين تو ايز فالسكوينت ده از ا كونديشن اوف ذا باينوكلاريتي او اوف تو ايز مش وان اي. طب بقى هو انا ليه شايفه العين دي مثلا هي الاكزو والعين الثانيه فيكسيتنج ده جاست فيكسيشن preference. يعني ايه fixation preference؟ يعني الطفل هو طول الوقت عنده preference انه يكيب الفيكسيشن مثلا بالعين الشمال واليمين هي اللي تحدث وبس. مش معنى كده ان هو unilateral squint هو bilateral squint او alternating conditions بس with left eye preference. ده رأي من اراء النسل squint authors. الرأي التاني بيقولوا لا احنا عندنا فعلا حاجة اسمها unilateral squint ومش شرط بس اللي بيقولوا ان هي عشان هو misalignment between post
تو فيجوال اكسس، بيقول لك طيب ما تخبي العين اللي هي الفاكسيتنج دي وشوف تحت الكفر بتعمل ايه. هتلاقي العين اللي سكوينتنج بتاكل فاكسيشن والتانية تحت الكفر بتديفييت، بس وانس انك شلت الكفر بترجع بسرعه، بترجع بسرعه ليه؟ لان هو عنده بريفرنس ان العين دي فيكسيت بيها. لو ما عندوش بريفرنس والفيكسيشن هنا زي هنا مش فارق معايا فيكسيت بانه عين، لو انت غطيت العين اللي هي الفاكسيتنج هي طبعا هتديفييت تحت الكفر لانه خد الفيكسيشن بالعين اللي سكوينتنج. تشيل الكفر، وده هيتشرح برضو بس انا بقول لك يعني بنقول ليه علشان فكره اليونيلاترال والبايلاترال والامبليوبيا، هتلاقي العين ما رجعتش على طول وهو لا هي ستيل ديفييتنج. فيعني فكره اليونيلاترال سكوينت او بايلاترال هي ديبيتابل ايشو، مش ما تشغلش نفسك، بس هو عموما لو كان العيان ما بيفضلش عين عن عين بيفكسيت بدي شويه ودي شويه او تحت الكفر دي بتفكسيت ولما تشيل ودي والتانيه بتديفييت ولما بتشيل الكفر ما بيرجعش معاك على طول، لان لو رجع على طول يبقى عنده فيكسيشن بريفرنس فده الريسك بتاع الامبليوبيا اعلى. ما رجعش معاك على طول ومش فارق معاه انواع عين بعين بيفكسيت بيها حتى لو لونج تيرم سكونت، يبقى ده ما عندهوش ريسك اوف امبليوبيا عالي. واشهر مثال على كده هناخده الاسينشال ايزوتروبيا. ممكن الطفل يقعد 3 4 سنين بس العيان الطفل ده طول الوقت بيالترنيت الفكسيشن، يعني مره يمين مره شمال، مره يمين مره شمال. وحتى في الجيزس برضو بيعمل حاجه اسمها كروس فكسيشن، يعني لو بص على الناحيه الشمال يبص بعينه اليمين ولو بص على الناحيه اليمين يبص بعينه الشمال، فبيكروس الفكسيشن وبيالترنيت الفكسيشن. فسبحان الله مع ان يعني بيبقى هو في كتب كاتبه ان في ريسك اوف امبليوبيا، لا هو الريسك اوف امبليوبيا بيبقى قليل فيهم وبيجيت بنفيت جدا من ان فكره ان هو بيجيت بنفيت ان هو فكره ان هو بيدخل عمليات. خلاص اوكي. طبعا وتاخد بالك بقى من الفوتوغرافس بتاعه الطفل. السيمتومز اللي اهله يجوا يشتكوا بالديفيشن نفسه، او ان الطفل يجي يشتكي من ديبلوبيا. الديبلوبيا دي بتحصل في حالات معينه. الحاجات اللي هي بصوا ان جنرال الديبلوبيا يا اما تحصل مع الكونكوميتنت سكوينت. احنا طبعا ما قلناش برضو من في طريقه تانية لتقسيم المانيفست سكوينت ان احنا بنقسمه كونكوميتنت وانكونكوميتنت، بس هنتكلم عليها لما ندخل في حته النيورو شويه. بس الانكونكوميتنت يمكن كلكم عندكم خلفيه اللي هو اللي بيبقى نيورولوجيكال تايب اللي هو ديو تو كرانيال نيرف بولسي او ريستريكتيف تايب، يعني عندي ريستريكشن في المصل لاي سبب من الاسباب زي ثايرويد اي ديزيز فراكشر اوربت الحاجات دي كلها. الديبلوبيا عموما بتيجي مع الانكونكوميتنت سكوينت. ليه؟ لانه ده بيبقى مشكله خاصه بعين واحده، ففي عين فعلا مش مس الله يعني طول الوقت هي ديفييتد وهو العيان، وبتبقى اكيوت اونست ما بيبقى رير قوي ان يبقى فيه كونجنيتال. هو يمكن نوع واحد اللي هتدرسوه كونجنيتال في الفورس كرينيال نيرف واللي هو الكونجنيتال تايب يعني، فدوت بيبقوا عندهم دايما ديبلوبيا. لكن الكونكوميتنت اللي هو العادي اللي احنا ندرسه هنا في الشابتر السكوينت مش شابتر النيورو اوفثالمولوجي، غالبا ما بيبقاش معاهم ديبلوبيا. يعني انت لما بيجي لك في العياده الام الطفل اللي عنده ايزو او اكزو او كذا، لا ما بيشتكيش من ديبلوبيا، يعني ما بيشتكيش من دبل فيجن. طيب امتى العيان ده يشتكي من دبل فيجن؟ حاجه من الاثنين، يا اما حاله ابتدت انترميتنت ولسه ما قلبتش بقت كونستانت، ففي الحته هو طول الوقت يعني في فتره من وقته هو طبيعي خلاص ما فيش سكوينت، وفتره يدخل في انترميتنت مانيفست سكوينت مانيفست اتروبيا. فالعين مش متعوده على كده والفيجوال سيستم مش قادر لسه يتكيف مع التشنجز اللي بتحصل دي، وخصوصا انها بتحصل انترميتنت يعني. لكن الطفل اللي سكوينتنج جاست ان هو سكوينتنج هو ما بيخشش في ديبلوبيا. ليه؟ ما احنا قلنا بقى في الفيجوال بلاستيستي بتاعته ان الطفل الصغير عنده هيعمل ايه، هيعمل سبريشن والسبريشن هتدخله في امبليوبيا، او ان هو يعمل ابنورمال ريتينال كورسبوندنس يعني اما يعمل كده اما يعمل كده. لكن ده احنا بنتكلم في اطفال، لكن اللي هم الادلت اونست بيبقى ما عندوش بلاستيستي للفيجوال سيستم، فبسهوله جدا يجت الديبلوبيا. ده زي ما قلت لكم بيحصل في النيورولوجيكال ما عدا الكونجنتال تايب بتاع الفورس كرينيال نيرف، هنعرف بعد كده ليه، او الحاجات اللي هي بقيه الحاجات الريستريكتيف. اوكي طيب، لكن هنا دوت لسه الفيجوال سيستم مش قادر بقى هو يسبرس ولا مش يسبرس، انت شويه تبقى كويس وشويه ديفييت. ففي الانترميتنت اكزوتروبيا خليكم فاكرينها كده دايما، الانترميتنت اكزوتروبيا بيبقى عندهم ديبلوبيا، الطفل يشتكي من ديبلوبيا فعلا.
الحالة التانية بقى في حالات الكونكوميتنت سكوينت اللي تشتكي من دبلوبيا، لو هي حالة كانت فوريا وبدأت تدي كومبنسيتنج، بنقول عليها دي كومبنسيتنج فوريا، يعني كان هو اصلا ما عندوش الا غير ليتنت وبالوقت اتحول لمانيفست. ما هو ده يشبه برضو الانترميتنت اكزوتروبيا، هو ده برضو هيجي يشتكي من دبلوبيا، او حاله كونجينيتال نيورولوجيكال زي فورس كرينيال نيرف. هو خلاص بس بالموتور سيستم بتاعه بالسنسوري سيستم بتاعه عامل ادابتيشن لحاله الكرينيال نيرف بولسي ده، لان هو مولود بيه وهو عنده بلاستيستي عاليه جدا، ربنا خلق له بالبلاستيستي العاليه اللي كان ادابتيت بقى بابنورمال هيد بوزيشن، ادابتيت بالسنسوري ادابتيشن زي السبريشن او الابنورمال ريتينال كورسبوندنج. المهم ان هو ادابتيت مع حالات معينه زي فايرال انفكشن، مثلا سيستميك جنرال هيلث ويكنس، كبر في السن، عضلاته ضعفت لاي سبب من الاسباب، جاله اديشنال اني اديشنال بروبلم في عينه، في اي حاجات دي يحصل الدي كومبنسيشن لاي حاله فوريك او كونجينيتال كومبنسيتد. هنبقى ساعتها اسمنا بقى ايه؟ مش كومبنسيتد، هنبقى ساعتها اسمها دي كومبنسيشن. فدي كومبنسيشن سواء للفوريا او الكونجينيتال كومبنسيتد هيبريزنت معاك بديبلوبيا، والانترميتنت اكزوتروبيا هيبريزنت معاك بديبلوبيا. خلاص، فالديبلوبيا امتى تيجي؟ قلنا هتيجي دي. طبعا الديبلوبيا المفروض انت لما بتسال، لما يجي لك حد يشتكي لك من ديبلوبيا بتسال عن الاونست والكورس والديوريشن زي اي سيمبتومز احنا متعودين عليه. مهم جدا لازم تفرق الديبلوبيا دي باينوكلر ولا يوني اوكلر، يعني السؤال كده هيتقال له انت لما بتغطي عينك بتبقى ستيل ديبلوبيك ولا لما بتبص بعينك الاثنين، علشان اليوني اوكلر دي هتبقى حاجات لوكال اوكلر كوزز، اما الباينوكلر يبقى احنا بنتكلم في امبالانس اوف ذا ماسل ايا كان سببه بقى دلوقتي زي ما قلنا الكلام. طيب والديبلوبيا دي هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ يعني انت بتشوف الـ مثلا الـ الصوره الثانيه اللي هي السكند اللي هي بتبقى اسمها بليرد ايمج اللي جنب الصوره الاصليه اللي هي الديبلوبيك ايمج فيرتيكالي اورينتد ولا هوريزونتالي اورينتد؟ لو هي فيرتيكالي اورينتد يبقى دي بنقول عليها هوريزونتال ديبلوبيا، لو هي هوريزونتالي اورينتد هتبقى دي اسمها الفيرتيكال ديبلوبيا. الله، ايه يا دكتوره انت بتقولي الكلام بالعكس ليه؟ هنيجي حلم في المادوكس رود وهنعرف ان احنا بنعتمد على حركه الاتجاه. الهوريزونتال ديبلوبيا زي مع الميديال ريكتس ماسل بروبلم او لاترال ريكتس ماسل بروبلم، هو هيشوف الايمج فيرتيكالي اورينتد. اوكي، هي دايما اعكسها كده. والثانيه اللي هما الفيرتيكال زي مع زي اي فيرتيكال ماسلز او اوبليك ماسلز هيشوفها هوريزونتالي اورينتد. خلاص، يبقى احنا بنقول باينوكلر هوريزونتال ولا فيرتيكال، which is the gaze the diplopia increased. مثلا لان الديبلوبيا ما بتبقاش طول الوقت ثابته، يعني في البرايمري بوزيشن غير في الرايت جيز غير في الليفت جيز غير في الاب اند اوت جيز او الاب اند ان جيز وهكذا. طيب ليه؟ لان هي بتزيد في اتجاه العضله اللي فيها او الماسل اللي فيها بروبلم، لان العضله هنا فيها مشكله، وخصوصا ده في الحالات الانكونكوميتنت. يعني بمعنى اصح ايه؟ لو عندي سي مثلا عندي لاترال ريكتس ماسل بروبلم مثلا في حالات الانترميتنت اكزوتروبي، اوكي مثلا سي العيان وهو في البرايمري ممكن ما يلاحظش الديبلوبيا، وهو بيبص في الادكشن، يعني بيبص مثلا لو احنا قلنا الرايت لاترال ريكتس هي اللي فيها المشكله، وهو بيبص في الادكشن يعني بيبص الناحيه الثانيه على الليفت برده ما فيش بروبلم لان انا قوي من لاترال ريكتس. طب لما ببص ناحيه اللاترال ريكتس يعني في الرايت هوريزونتال جيز، ساعتها هلاحظ الدبلوبيا وهتكون اكتر ما يكون. فالجيز اللي الدبلوبيا بتزيد فيه ده هو غالبا ده الجيز بتاع الافكتد ماسل، ده في حالات الكونكوميتنت او الانكونكوميتنت باراليتيك، لان الريستريكتيف ليه طريقه ثانيه، هيبقى الجزء اللي المصل مش في جزء المصل نفسها، يبقى في الجزء اللي فيه more restriction اللي هو يبقى عكس المصل ده restrictive. restrictive بنعمله بطريقة تانية لوحده بس مش قصته دلوقتي، خلينا في concomitant squint العادي. طيب ده خلاص خلصنا التايب اوف ديبلوبيا لو في ديبلوبيا، بس احنا طبعا مش متوقعين ان احنا نشوف ديبلوبيا كتير في حالات السكوينت التقليديه زي ما انا قلت لك، لان احنا مش في نيورو اوفثالمولوجي هنا. في الادلت برضو اتز لو ال ال
اللي في الادلت لازم تساله اللي هو جاي لك في سن كبير وبالسكوينت مثلا من ايام ما كان طفل، هو عايز يصلح السكوينت ليه؟ لا يكون فاكر ان هو هيرجن الباينوكولار فيجن، فلازم تبقى موضح له الاكسبكتيشن بتاعته ان احنا لو هنصلح سكوينت في سن كبير احنا خلاص عدينا مرحله الامبليوبيا تريتمنت والباينوكولار فيجن وكل المراحل دي، يبقى احنا هنصلحه في كوزمويسيس، وده وارد ان هو يرجع تاني لان العين بقت امبليوبيك، فوارد عادي تدخل تاني في سن 3 سكوينت. اوكي، فلازم يبقى الاكسبكتيشن واضحه جدا قدام الادلت عشان ما يفتكرش ان احنا هنعمل له عمليه فيها سحر او حاجه. ده فكره ان هو الديزيشن اباوت تريتمنت لازم نتكلم معاه. It is not unusual for patient to present with symptoms يعني ان هو الكوزموتكس طبعا لو خصوصا في الادلت بيز يعني. طيب برضو لو هم جايين يشتكوا من سكوينت خصوصا الامهات بتاعت الانترميتنت لازم نركز بقى، هو يعني الطفل يعني الطفل الفاريابيليتي دي هي اكتر بتتقال مع حالات اللي هي الاوكلر مايسينيا جريفيس، ان هو مثلا يبقى صاحي من النوم كويس وعلى اخر اليوم يبقى يتعب، بس برضو ممكن تتقال مع حالات الانترميتنت او الليتنت او الفوريا. مع الفوريا دوت هو بيتعب امتى؟ لما بيكون في باد جنرال هيلث كونديشنز او ان هو ادى ان اتنشن او على اخر يوم تعب فمريح، فالعين تبتدي الليتنت سكوينت يظهر قدامك اللي هو الباينوكولار ديسوشيشن خلاص. فكل ده برضو بنسميه فاريابيليتي اوكي يعني، بس لكن لو ادلت ده لو طفل، لكن لو ادلت لان هو طبعا الكونجنتال مايسينيا شويه رير ان احنا نشوفها في الاطفال، لكن لو ادلت طبعا الفاريابيليتي دي لازم تكر لازم تسال فيها كويس جدا يقصد ايه بالفاريابيليتي، هل بيقوم الصبح كويس ومع المجهود الكونديشن بتزيد، وغالبا بيبقى معاها ديبلوبيا غالبا بيبقى معاها توزس، فاحنا بنفكر ساعتها في اوكلار مايسينيا جريفز. الجنرال هيلث طبعا دي مهمه لان هي برضو يا اما دي كومبنسيت يا اما بتريفير لاذر اكوايرد باريسز، وخصوصا لو كان في هيستوري كاجواليتي يعني الهيستوري اوف ذا تروما، الناس اللي عندهم فاسكولار. هنا كده بيتكلم على الكل بقى مش اطفال وكبار كجنرال هيلث. وبرضو البيرس هيرتز طبعا هو البيرس هيلث والانكيوبيشنز، ما هو لو دخل حضانه واتولد على سن صغير وكان اصلا ريتينوباثي او بريماتيوريتي اللي احنا كنا شرحناها في الفاسكولار ريتينوباثي، وماكلا مثلا دراجد او خلاص العين دي لاست منه او ايا كان السبب، ما هو ممكن يبقى هو جاي لك بسنسوري ايزوتروبيا، فعشان كده ممكن طبعا يعني في حاجات كتير. طبعا هو احنا عارفين ان احنا اصلا الفاندس والبوستيريور سيجمنت از ماست ماست بي اكزامند ان اني كيز اوف ذا سكوينت، طبعا تكسكلود الموست دينجرس كوزز ان ذا ريتنا لايك ريتينوبلاستوما في الاطفال، فدي حاجه اوعى تقول لا دي حاله سكوينت وتكتفي بالاسسمنت اللي قدام وتنسى الفاندس في الحالات دي. الفاميلي هيستوري الانهيرتنس اتكلموا عليه في الاكزوتروبيا في الانترميتنت اكزوتروبيا، اتكلموا على ان في باتن اوف انهيرتنس وفي بقى سم سندروميك اللي هناخدها بعد كده اللي هي بنقول عليها كونجنيتال ديس انرفيشنال سندرومز او كونجنيتال فايبروزس سندروم، دي برضو فيها شويه انهيرتنس. طب البريفيوس اوكلر هيستوري يعني هل لبس نظاره قبل كده، هل عمل برضو، ما هو مش شرط ان العين يكون انت جالك انت اول واحد، يمكن عدى على كام دكتور قبلك، فمهم برضو تبقى عارف ايه التريتمنت اللي خده، هل اتعمل له ترايل للاكلوجنز وطبوا قد ايه، لانه لو مثلا قعد 6 شهور ترايل للاكلوجن وما جابش نتيجه اعرف برضو مش هيجيب، بس لو كان كومبلينت والعيانين اول كده وبيدوك هيستوري كويس يعني ما يبقوش بيقولوا اي كلام في اي كلام، وهل عمل عمليات قبل كده، وساعات ما يبقوش عارفين نوع العمليه، فانت طبعا مهم جدا ان انت لما تفحصه تدور على سكار. معلومه بس عايزه اقولها لك، السكار في الكونجكتيفا بتاع بريفيوس سكوينت سيرجري ما بيبانش بالستيت لامب كويس، هيبان ايه بالترش يعني، افحصه كده بالترش وخليه يبص يمين وشمال وفوق وتحت ودور على سكارف الكونجكتيفا مكان العضلات اللي اشتغلوا عليها قبل كده. طيب اول حاجه بقى طبعا انت هنفحص الفيجن والريفراكشن عشان نوصل وات از وي كولد بيست كوركتد فيجوال اكوتي، لان احنا ما بنعتمدش على الرف ميثود بتاعه الفيجوال اكوتي، انت حسب الطفل جاي لك صغير ولا جاي لك كبير. لو طفل جاي لك لسه بيبي بري فيربل تشيلدرن، بري فيربل تشيلدرن يعني ايه؟ حسب هم جايبينه امتى، يعني
يعني قبل 3 شهور مش هتعرف تعتمد على حاجة فيه غير بس انك تشوف البيوبر ريفلكس. لو البيوبر ريفلكس بريسك معاك معنى كده ان الاوبتيك نيرف فانكشن كويس، فغالبا الطفل ده بيشوف كويس. طيب بعد 3 شهور ممكن الطفل يبتدي يفكسيت ويفولو خصوصا الحاجات الكالرت، يعني من 3 ل 6 شهور هيبتدي فعلا يفولو يو، بس ما تعملوش صوت عشان هو ممكن اصلا يعني ايه ما تجيبلوش ميداليه مفاتيح كده ملونه وتقعد تشخلل له بيها. طب ما هو هيعمل لك فولو بالصوت، مش هيعمل لك فولو بالكالرد اوبجكت. يعني طبعا لو كان نور ملون كان يبقى احسن، يبقى انت بس هو بيبقى ساعات صعب يعني في اي حاجه توي. طبعا عيادات الاطفال بيبقى فيها تويز ملونه وكده، وتشوف الطفل فعلا بيفولو وبيكيب الفاكسيشن على الكالرد ثينجز دي ولا لا. ده من 3 ل 6 شهور تقريبا. يعني هو الباينوكلر بيتكون شويه عند يعني 6 شهور تقريبا، لكن الماكلة عند 3 شهور. اوكي طيب اللي انت بتشوف حاجه اسمها الفيكسيشن بيهيفير. يعني ايه الفيكسيشن بيهيفير؟ يعني هو بيفولو الحاجات الملونه خلاص. طيب وهو ماشي وراك بتحاول تغطي الاول عين، بتحاول تغطي عين وتوري له الحاجه الملونه، وبعدين ترجع تغطي العين التانية وتوري له الحاجه الملونه، وتشوف كل عين بتفاكسيت ازاي والبيهيفير بتاعها. هو حاجه من الاثنين، يا الطفل ده عينين الاثنين سليم فهو مش هيبقى عنده ريزيستنس لاي كفر. لو الطفل عنده العينين زي بعض ما عندهوش مشكله في الفيجن في عين او نوت بريفيرد بالنسبه له العين دي، مش هيعمل لك اي اوبجكشن للاكلوجن دوت. لكن انت هيعمل اوبجكشن للاكلوجن لو انت قفلت العين كويسه وسبت له العين اللي فيها مشكله في الفيجن. هيبتدي الطفل متضايق وبيحاول يحوش ايدك او يبعد راسه او يهز، فتعرف كده ان ده بنقول عليه ايه ريزيستنس فور اكلوجن. يبقى انت في عنده حاجه اسمها بنقول عليها فيكسيشن بريفرنس. خلاص ده من الاول، ده الكومباريزون بتوين تو اكلوجن البيهيفير بتاع العين. بعد كده هتوري له حاجات اللي هي الملونه وتشوف كل عين الفيكسيشن بيهيفير بتاعها عامل ازاي. يعني هو العين وهي بتتابع الحاجات الملونه وانت قافل كل عين، هل العين دي بتفكس يعني الفكسيشن بتاعها سنترال ولا نون سنترال وستيدي ولا نون ستيدي. انت بتبقى ماسك ترش، طبعا هتقول لي هنعرفها ازاي، بتبقى ماسك ترش وملاحظ الطفل وهو عمال يفولو الكالرد اوبجكت يوني اوكلر، وتشوف العين راحه جايه كده بترقص فيها هيزيتيشن، دي يعني مع زي السنسوري، ده معناه ان في مشكله سنسوري او اللي بنقول عليه سنسوري بيندولار نستجمس، والبيوبل بتاعك السنتر الريفلكس بتاع الكورنيا سنترال في العين وهو بيبص بيه ولا اكسنتريك. خلاص كل عين هتشوف كده وهتدوكيومنت الحاجات دي بتاعتك. يبقى انت بالنسبه للاطفال الصغيرين قلنا الصغير قوي هو انت ما فيش حاجه غير البيوبل ريفلكس، بعد كده شويه هيبتدي الفيكسيشن فولوينج وكومباريزون تو اكلوجن اوف بوث ايز، هل في ريجكشن في عين ولا ما فيش ولا الدنيا اتس اوكي. وانت كل عين يوني اوكلر وبالطرش بتاعك وبالحاجات اللي هي كالرد تويز هتشوف الفيكسيشن بيهيفير بتاعها. في تيست تاني برضو هي ليها علاقه بالفيكسيشن بيهيفير، ان هو بيحط بس الحاجات دي يعني ما بتتعملش، هما الثلاثه اللي فوق دول هما المهمين، ان هو بيحط بريزم 10 بريزم دايوبترز بيحطوا فيرتيكالي الايند كده، يعني بريزم بيس داون، ويشوف لو العين بتشوف هتديفيت، لو العين ما بتشوفش مش هيحصل اي ديفيجن، هتفضل زي ما هي ده يعني بيشوفوا رف ماسود بس، يعني مش بنعتمد عليه قوي يعني. وفي بقى حاجه اسمها روتيشنال تيست، ده بيعتمد على الحاجات اللي هي بنقول عليها فيسيولوجيكال نستاجمس. ايه الفيسيولوجيكال نستاجمس؟ انت احنا اصلا في النستاجمس ان شاء الله ما ناخده هنعرف ان عندنا شويه حاجات اسمها فيسيولوجيكال نستاجمس، من ضمنها مثلا الانديجيز نستاجمس، لو بصيت انت في الاكستريم جيزس سواء يعني اكستريم رايت جيز او اكستريم ليفت جيز هيبقى في شويه هزه في عينك، دي بنقول عليها انديجيز نستاجمس. لو حد حط ميه سخنه في ودانك او ميه بارده بيحصل حاجه اسمها ده فيستيبولار او كالوريك تيست دوت، ده خدناه في الفسيولوجي بيحصل نستاجمس. برضو لو انت هزيت راسك او ميلتها او انت لفيت بيحصل حاجه اسمها فيستيبولار او روتيشنال نستاجمس، بيبقى مسؤول عنه الفيستيبولار سيستم. وال بيبقى فيه 3 سيستم اكشوالي، يعني في حاجه اسمها اوبتوكاينيتك الاوبتوكاينيتك ريفلكس اوكي، وفي الفيستيبولو اوكولر، وفي اللي هو السيريبيلو اوكولر. الثلاثه سيستم دول العين نفسها الاورينتيشن بتاعها
الاورينتيشن بتاعها بالنسبة انت بتتحرك ولا ثابت، وبعد كده الفيستيبولار سيستم لو راسك ابتدت تتحرك لمدة اول دقيقة الفيستيبولار سيستم يشتغل، لا راسك عمالة تتحرك كتير عدينا مدة الدقيقة يبقى السيريبيلر سيستم يشتغل عشان يكيب الصورة قدامك طول الوقت فيكسيتنج على الفوفيا. كل الريفلكسز دي الام بتاعها ان انا اكيب الايمج بتاعتي فوفيا، اقوم فوفيا ما تبقاش اكسترا فوفيا عشان ابقى شايفاها كويس، حتى لو انا بتحرك لو انا بهز راسي، هزيت راسي يمين شمال، رقصت، لعبت، فكل ده وده موجود في الاطفال. فلو انت مسكت راس الطفل دوت اوكي وعملت انت الاكزامينر هولد ذا تشايلد فيسنج هيم اور هير اند روتيت بريسكلي ثرو 360 ديجري، لفيت راسه كده يمين وشمال 360 ديجري، لو الفيجن نورمال طبيعي طبيعي تحت الفيستيبلو اوكلر سيستم ريسبونس هيحصل موفمنت. انا مش بكلمك على الريفلكس دلوقتي، بس وانس انك وقفت الحركه عشان نرجع للبرايمري بوزيشن، شويه الموفمنت اللي بتحصل جوه في الانر ايرز والاوتو لابرينس والاندولامف ده هتعمل شويه روتيشنال نستجمس. الروتيشنال نستجمس ده يدوبك بيبقى بريف جدا، 1 ل 2 سكند، خلاص ده لو الفيجن كويس. ليه هيقف؟ ليه؟ لان الاوبتو كاينيتك ريفلكس هيدي امبالسز للعين اللي هي الفوفيا، يعني لو كويسه هتقول لا خلاص احنا الراس بطلت هز، احنا وقفنا خلاص، وقف كل الريفلكسات بتاعت الحركه اللي لها علاقه بحركه الراس والعين وشغل لي الريفلكسات بتاعت الايه الكونستانت الثابته. الثابته دي ما فيش معانا فيها نستجمس ولا اي حاجه، خلاص احنا خلاص بيقول لي انا كده السراوندنج اللي حواليا الدنيا وقفت ما عادش فيه روتيشن فهنقف. فبالتالي الروتيش البوست روتاتوري نستجمس اللي هيقعد ثانيه او ثانيتين ده المفروض يقف لو انا ايه، لو انا امبالسز بتاعت الفيكسيشن اللي راحه من الفوفيا للبرين سيستم بتاعي او اللور برين سنترز كويس. طب افرض الفوفيا ما بتشوفش كويس، هتبعت السنتر، هتبعت الامبالسز دي؟ مش هتبعتها. فهو ده اللي بيتقال عليه بوست روتيشنال نستجمس، ان هو مش هيقف على طول، لا ده هيكمل. فلو كمل هتعرف اللي هو نوت ستوب كويكلي وين روتيشن سيسز بيكوز فيستيبولار اوكولار ريسبونس از نوت بلوكت باي فيجوال فيدباك. الفيستيبولار اوكولار ريسبونس مكمل ليه؟ لان الفوفيا الفيجوال فيدباك ما اديتش ريفلكس، ما اديتش فيدباك قالت له ان الصوره ثبتت، لسه جاي له الاستيميناشن بتاع ان الصوره متحركه لعند بقى مع الاندولينف اللي جوه الانر اير تقف لوحديها من ان انت وقفت الروتيشن نفسه. فده هيطول في الفتره بتاعه البوست روتيشنال تيست. هو يعني تيست فيسيولوجيكال برده ما بيتعملش، يعني ده ما بيتعملش. اللي بيتعمل بقى وات از وي كولد، وده بيتسال في الامتحانات، اسمه بريفرنشال لوكينج. بريفرنشال لوكينج الطفل يحب يشوف الاستريبد عن ان يشوف الصوره بلين. اخترعوا من ناحيه حاجات كتير زي الروتيشنال نستجمس اللي انتوا عارفينها، الاوبتو كاينيتك نستجمس اللي هي درام، اللي هي سوري مش نستجمس، انا الاوبتو كاينيتك درام اللي هي الطبله اللي فيها خطوط بيضاء وخطوط سوداء. خلاص الطفل هيبقى يعني عنده بريفرنشال لوكينج ليها، انك تديله حاجه برين ويشوف هيشوفها ولا لا، فهتلاقيه يفضل انه يبص لها، فهتعرف ان رافلي كده ان الطفل دوت الفيجن فيه كويس. او بقى الكاردس اللي انتوا شايفينها دي، هي دي تعتبر بريفرنشال لوكينج لانها ستريبد، هو ده مش بلين، هو عامل له خطوط اهي للصور. خلاص الخطوط دي هو الام بتاعها بيوسع فيها، يعني يا اما يخليها رفيعه قوي ويا اما يعرضها شويه. طبعا كل ما كان الطفل صغير والفيجن لو هيشوف هو الاعرض بسهوله، لما يكون الفيجن مور يعني كويس احسن طبعا وكومبلكس، والطفل خلاص الفيجوال سيستم بتاعه مور ماتيور شويه يمكن عند سن سنه يقدر يشوف العربيه دي ويايدنتيفاي ان دي عربيه، لان هو قدر ياخد باله من الفرق بين ان انا عندي ستريبنج هنا خلاص عامل اوت لاين لشكل الكار. لو هو مش قادر يشوف دوت يبقى هو بور فيجن، ولو شاف دي طبعا بتبقى رب. هو بيتقال اصلا هو لو شاف الكاردز دي كلها ووصل لاخر حاجه بنديله تقريبا حوالي 63 كفيجن. ده كله شرح الكلام ده ما فيهوش حاجه، ده يعني هو بيقول لك ان التست اسمه تيلر اند كيلر، وفي اللي هو الكارد في اكيوتي كارد دوت، واحد عباره عن بلاك ستريبس جريدنج اوف فارينج ويدث، يعني هو بيزو يا اما مره شويه يخلي الخطوط الكريتنج اللي هو يا اما رفيع يا اما عريض شويه، والكارد في اكيوتي دوت اللي هو عامل له بقى بيكتشرز لها اوت لاين ويدث برده فاريبل اوت لاين ويدث، يا اما متخن الويدث اهو الاوت لاين يا اما مرفعه. الثانيه دوت الكارد في التيلر اند التيلر
التيلر سوري اكيوتي كاردس عامله زي الاوتو كينيتك درامز، خطوط بس بالطول كده زي اي حاجه مقلمه يعني بالعربي كده حاجه مقلمه. طبعا هو لما بيقول لك كل ما كان الجريتنج دوت واسع يعني لو فريكوانسي اللي هو بنقول عليه كورس، او وايدر اوت لاين لو انا هوري له صوره زي بتاعه الكارديف اكيوتي كاردس، ده بيبقى معناه ان هو لو فيجن ولسه يعني لسه الفيجن ما اتطورش. لو شاف الحاجه الاعلى من كده ده هيديني باك فيو ان الفيجن احسن يعني. طبعا هو بيتقال ان الـ دي مش برضو بتبقى اوفر استيميتنج شويه للفيجوال اكيوتي، مش بنعتمد عليها زي سنيلنز قوي. دي اسمها جريتنج اكيوتي بالمناسبه، يعني الجريتنج اكيوتي يعني هو بيقول ايه ان هو مش هاير سنسيتيفيتي خصوصا لو كان في امبليوبيا، يعني ممكن الطفل يشوف وهو ستيل امبليوبيك، فهو مش شرط يعني، مع ان الكونتراست سنسيتيفيتي من الحاجات اللي بتقل قوي في الامبليوبيا، بس هو ما بيعتبرش دي كونتراست سنسيتيفيتي لانها هو بيعتبرها لو فريكوانسي، هو مش بيوري له خطوط رفيعه قوي ومش بيوري له الكونتراست سنسيتيفيتي زي ما خدناه، لا لسه هناخدها اعتقد زي بيري روبرتسون. هنشوف بعد كده ان الكونتراست سنسيتيفيتي من الحاجات اللي ممكن يبقى الفيجوال اكيوتي يدانه كويس جدا، والكونتراست سنسيتيفيتي تقل قوي من احد اسباب دي زي الكاتراكت، والسبب الثاني المشهور جدا الامبليوبيا، لكن هو مش بيعتبر دي انها سنسيتيف في التستنج الامبليوبيا، ويعتبر انها بت اوفر استيميت. اني واي بص هو طفل صغير هنعمل ايه، هو ده اللي قدامنا. طبعا قدامنا ده كل الحاجات دي سبجكتيف بنعتمد فيها على الطفل او التشايلد البري فيربال تشيلدرن فيدباك. لو انا مش عايزه اعتمد على الفيدباك دوت واريح دماغي خلاص هعمل في اي بي، بس طبعا احنا المفروض نمشي ستيب وايز ابروتش، مش كل طفل عشان اقيس له فيجن هبعته يعمل في اي بي. طيب الفيربال تشيلدرن ولسه ما دخلوش المدرسه اللي هم سن سنتين وثلاث سنين، هي كل الفكره بصوا عشان ما ناخدش وقت كتير، هي دي كتب على فكره بتتباع، والكتب دي مثلا بيبقى فيها 15 صفحه والطفل بيقعد عند مسافه 3 متر، بيبقى فيه الانستراكشنز اصلا بتبقى موجوده على الكتاب عشان ما حدش يقول لي ايه الحاجات المعقده دي. هو اشهر حاجه اللي هو اللي بنقول عليه اتش تي في او اللي هو مجرد حروف بالانجلش معموله بطريقه اللوجمار، يعني تبقى كراودد، وده بنقول عليه كراودد او مالتيبل اوبتو تايب، يعني الصفحه فيها كذا حرف او كذا صوره ايا كان، هتوري صور او هتوري دي اسمها كي بيكتشر وده اسمه كيلر لوجمار، او هتوري حروف، يا اما في اللي هو السنجل اوبتو تايب. ده بيبقى طبعا انتوا عارفين السنجل اوبتو تايب، احنا قلنا طفل الامبليوبيا يشوف السنجل احسن من الكراودد، فهو المفروض لو ما تعتمدش على السنجل بس لازم توري كراودد. في الاطفال الصغيرين لو مش عارف ينام يقول لك ان دي ساعه ودي سمكه ودي بطه، في حاجه اسمها فكره الماتشنج، هتوري له هتفتح له كتاب تاني زي البتاع وهتقول له ايه شاور لي على دي هنا، فهو لو هو شايفها هيشاور لك السمكه هنا زي السمكه هنا، ولو كده كده اوكي. وبيبقى على كل صفحه من ورا اصلا ده بيستميت قد ايه من الفيجن، ونفس الكلام بالنسبه للحروف. هي دي فكره اللي عند سنتين وعند ثلاثه، وطبعا لو خلاص ابتدى يقرا ويكتب وراح الكي جي غالبا ممكن عادي نتوري له السنيلنز او اللاندولت او اللوجمار ايا كان التست بتاع الادلت اللي عندك، يعني هو ده الفيجوال اكيوتي ان جنرال. طبعا الناس لو وصلنا ادلت هيبقى الفيجن العادي الفيجوال اكيوتي العادي. بعد الفيجن هو جايب التست فور السنسوري زي ما قلنا احنا هنمشي معاه خطوة خطوة، لكن طبعا هو بعد الفيجن احنا في العيادات يعني بعد الفيجن بنأسس الجزء الاوكلوموتور، وبعد كده برضو نشوف الاستريبسز ونشوف الايرورز. الايرورز طبعا ممكن احيانا بنحتاج السايكلوبليجيك ايرورز فبنضطر نوسع، فيمكن هو عشان كده جايب الاكزامينيشن ده الاول، لان انت لو وسعت العيان مش هتقدر تعمل بقيه الحاجات دي، بس ما هو ممكن يبقى سيفير دروب او في ايرور جامد ما يقدرش حتى الطفل يعمل بقيه الحاجات اللي هي السنسوري دي، فهنبقى مضطرين برضو نصلح الايرورز الاول علشان نبتدي نبروسيد. فانت الموضوع بيبقى ايه انت فاشن اكوردنج تو ذا كلينيكال سيناريو، يعني ما فيش اي بي سي هنا رولز في الموضوع ده.
طيب الاستريوبسيس هو اشهر حاجه يعني. تعالوا بس هنرجع للاستور. اشهر حاجه اللي هو التيتنس ده موجود في عيادات كتير. الطفل او الادلت او ايا كان اللي هيعمله بيلبس نظاره، النظاره دي بولارايزد، وبيمسك كتاب. عندي في هنا اللي هي التيتنس فلاي، وعندي هنا دي علامات يعني كل يعني خلينا نشوف الصوره المكبره بتاعت التيتنس تيست. دي علامات 4 دوائر، دايره منهم بتبقى ستيريوسكوبيكالي كده اعلى من بقيه الدوائر، وانت بتشاور على الدايره العاليه دي، ولو لو انت مسكتها صح خلاص بيتسجل لك الرقم. والاي بي سي ده برضو دي مجموعه حيوانات، 5 حيوانات في كل صف، حيوان منهم برضو هو العالي يعني هو اللي فيه 3 دي او ستيريوسكوبيكالي elevated than the others، فانت بتشاور عليه برضو بتمسكه وبتقول بيتحسب لك كل واحد. دي طبعا هنا بيمسك الوينجز بتاعتها، لو مسكها صح بياخد اعتقد 3000. احنا بياخد كل يعني هي لها ارقام. هو الطبيعي النورمال ستيريوبسيس الطبيعي اللي هو ساعتها نقول ان احنا ده ستيريوسكوبيكال كويس، ان انا يبقى عندي اللي هي 1 minute اللي هي 60 second، ده الطبيعي اللي هي اهي دي. اوكي مش عارفه بس اعمل لها كالوريشن، مش عارفه ليه البي دي اف عندي فيه مشكله. طيب خلاص الطبيعي ان انا 1 مينيت النورمال ستيريو اكيوتي اللي هي 60 سكند. يعني ايه 60 سكند؟ دوت عباره عن سكندز من الارك. كل ما كانت الارقام اكتر ده بيقيس سوري احنا يعني مش عارفه عايزه افسرها لكم بطريقه اسهل. هو الارقام دي متاخده على ارك يعني زي المينيمال ريزوليوشن اوف فيجوال انجل كده. هو بيقيس لما انت بتقدر تحدد دي 3 دي، دي صوره 3 دي ولا 2 دي. لو انت قدرت تحددها معنى كده ان انت قادر تشوف الديفرنسز، بس ده ديفرنسز على المستوى اللي هو دايمنشنز. فانت عندك نورمال سباتيال ريزوليوشن يعني قادر تشوف ان دي في السبيس. يعني ايه نورمال سباتيال ريزوليوشن؟ يعني انت لو انت شفت الصوره دي اعلى من اللي جنبها، معنى كده انك قادر تفرق ما بين الصوره دي. يعني تعالوا كده مثلا احنا قلنا ال4 دوائر في دايره منهم اعلى، فانت لو شفت الدايره دي الاعلى نورمال، فانت نورمال قدرت تحدد ان سبيس ان ذير از في ديفرنس ان ديبث بوزيشن of this مثلا circle and other circles. فانت عندك حاجه اسمها normal spatial resolution يعني weak spatially او in space you can resolute between two adjacent point، ان كل واحده في ليفل مختلف عن الليفل الثاني. اوكي فانت كده عندك normal stereopsis. هو بيقيس الستيريوبسيس كده يعني او بيديك فروقات بسيطه جدا في الدبس بتاع كل نقطه. يعني مثلا دي موجوده هنا واللي تحتها مثلا تحتيها مثلا بربع ملي دي برليها، والتالتة مثلا دي بقى لها بربع ملي، والرابعة دي بقى لها بربع ملي. فلو انت قدرت هو بأرقام معينة بقى بيقدر يحسب ده من الأرق، لو انت قدرت تحدد ان دي مثلا دي سوبرفيشال ودي ديبر ودي جيت مور ديبر ودي جيت مور ديبر، فانت معنى كده ان انت سباتيالي ان سبيس يو كان ريزوليوت. اوكي انت مش بتريزوليوت تو بوينت ادجسنت تو ايتش اذر. الفيجوال اكيوتي العادي بريزوليوت تو بوينت ادجسنت تو ايتش اذر ان ذا سيم بلين اوف سبيس يعني في نفس الليفل، مفيش واحده ديبر عن التاني. فده 2 ديز يعني اللي هو 2 دايمنشن. اما الاستريوبسيس ده 3 ديز، لا ده هو بي ريزوليوشنز ل 2 بوينتس وان اوف ذم ديبر ذان ذا ايتش اذر ذا سكند بوينت. فهمنا يعني ايه استريوبسيس او سباتيال ريزوليوشن. ف طبعا النورمال ان انا ابقى 60 سكند او 1 مينيت. لو انا وصلت ال 1 مينيت يبقى انا اوكي نورمال. لو انا ممكن اكون احسن من كده، ممكن في ناس بتوصل 45 سكند، في ناس بتوصل ل 30 سكند و15 سكند عندهم ستريوبسز عالي جدا. طب في ناس ممكن تكون اسوأ من كده، دي اللي عندهم مشاكل في ستريوبسز وبالتالي اصلا عندهم مشكلات ما في الباينوكولار فيجن. ما دخلناش في بنقول عليه ايه احنا اللي هو الهاي كواليتي باينوكولار سنجل فيجن، هو اللي بيديك النورمال ستيريوبسيس. لان الباينوكولار سنجل فيجن ممكن يبقى لو كواليتي او لو جريد اللي هو بس وقف عند الفيوجن، يعني باينوكولار هو كان فيوز لكن ما بيقدرش يجيت مور ذان ذات.
اوكي ده زي مثلا حالات الابنورمال ريتن كورسبوندنج اللي اتكلمنا عنها، او في اسباب تانية كتير، بس ده بيبقى يعني عايز الناس بتوع الفسيولوجي بقى هم اللي يبتدوا يشرحوه اكتر احسن مني. خلاص طيب خلاص احنا كده فهمنا فكرة ازاي بنقيس الاستريوبسس. الفروقات ما بين كل تيست وتيست دي فروقات الطريقة مش اكتر، وفروقات هو بيقدر يقيس لعند كام، يعني في تيست بيجيبك لعند ال 60 سكند، في تيست بيجيبك لعند ال 15 سكند، في تيست ما بيقدرش يجيب لعند ال 60 سكند. في تيست بس عليه كلام ما بيتحبش اللي هو التيتمس تيست، بيتقال انه في معلومة كده تعرفوها انه في حاجة اسمها مونو اوكلر كلو. يعني ايه؟ يعني هو بيدي كيز هنا في التيست ده يخليك تشغل المونو اوكلر، ودي حاجه خدتوها في الفسيولوجي مش عايزه اتعمق فيها، بس انتوا اكيد عرفتوها اللي هو ازاي تعرف ان في جبل ورا جبل، عارفينها دي، ان الجبل اللي قدام بيبان اكبر والجبل اللي ورا بيبان اصغر، فانت حتى لو انت عندك مونو اوكلر فيجن تقدر تشوف ان 3 استريوبسز تشوفه بالمونو اوكلر كلو وليس بالباينوكلر سنجل فيجن. فهما الديبيت ايشو على التيتمس تيست ده ان هو بالمونو اوكلر كلو. طبعا ده لابس نظاره، ساعات الاطفال ما بيحبوش يلبسوا نظارات فساعات ما بيبقاش عملي مع الاطفال. التيست التاني بقى اللي هو ده تي ان او، التي ان او بيشكروا فيه جدا، وعندنا الفريزبي وعندنا اللانج. كل في تيست بيتلبس له ريد جرين، وفي علشان تشوف الاشكال هو هيتقال لك انت شفت هنا ايه، هشفت البلس زي دوت، او لو هو طفل هيتقال له شاور بقى، يعني دي هنا اللي انت شفتها هنا شاور على حاجه زيها هنا، فهيشاور على البلس، فمعنى كده شاف ان البلس على سلايد نمبر ايه، فهو كده اوكي شايف. اللانج دي بيطلع اشكال، في هم الفريزبي واللانج ما بيحتاجش يلبس نظارات، الاستريوبسز اللي فيهم معتمد على ان هو بيبقى حاطط البليت بطريقه معينه، فانت بتقدر تشوف على طول دايركت مش محتاج تلبس نظارة عشان تشوف. التي ان او ده احسن واحد بيفضلوه، وبيوصل انه هو والفريزبي ان هو ممكن يقيسه لعند 15 سكند. خلاص الكلام اللي جوه ده بس حشو، مفيش حاجة مهمة جدا، انت بس مهم جدا انك تعرف ان التي ان او ده بيلبس ريد جرين سبيكتيكلز، والتيتمس بيلبس، هما كده كام كلمة تعرفها عن كل واحد. والتيتمس بيلبس بولارايزنج لينز، بولارايزنج جلاسز سوري. التيتمس بيقيس لعند 60 سكند، التي ان او يقدر يجيب لعند 15 سكند زي ما انت شايف، ده بيجيب من 3000 ل 60، ده بيجيب من 480 ل 15. التي ان او ذا موست سبيسيفيك تيست على فكره، يعني حتى اساتذه الاسكونت بيحبوه جدا. الفريزبي واللانج بعد كده ما بيلبسوش نظارات، والفريزبي معاك بيجيب من 600 ل 15 سكند، واللانج اعتقد بيجيب لعند 200 سكند، فبيجيب يعني يعتبر زي رف ميثود، ما هو مش مور سبيسيفيك، لان انت زي ما قلت لك النورمال اصلا ان انت لو طبيعي هتشوف لعند 60 سكند. هو كده اوكي. لو انا طفل ستيل برضو ما عندهوش مانيفست سكوينت وعايزه اشوف له بيشوف الباينوكلر فيجن ولا لا، لو انا مثلا ما عنديش مثلا التست بتاعت الاستريوبسز، احنا كل دوت ايه اللي اتكلمنا فيه؟ اتكلمنا في الاستريوبسز والفيجوال اكيوتي. طيب سي ان احنا عايزين نشوف الفيوجن، او عندك حتى اوكي وانت عايز تشوف الفيوجن الاول، نمشي يعني ستيب باي ستيب بتاعه الباينوكلر فيجن اللي هو سيمتينيس بيرسبشن، هو ده الفيجوال اكيتي، بعد كده الفيوجن ده سكند ستيب في الباينوكلر فيجوال فيجن، وبعد كده اخر تالت حاجه اللي هي الهاير جريد هي الاستريوبسس. فخلينا نشوف الفيوجن، احنا مش هنقيس باينوكلر فيوجنز لطفل عنده سكوينت، احنا هنقيسه لطفل ما عندوش وزوت مانيفست سكوينت، كان جزء من الفيجوال اسسمنت، او لو الام بتشتكي ان في انترميتنت سكوينت بس هو ما عندوش مانيفست حاليا. هتعمل ايه انت؟ كل ما في الامر انت عايز تشوف الطفل ده بيقدر يشوف، ده بيعتمد على الحاجات الفسيولوجيكال اللي هو اسمه فيوجنال امبليتيود، ده طبيعي ربنا خلقنا بفيوجنال امبليتيود. يعني انا لو حطيت بريزم قدام عين واحده وما قفلتش العين الثانيه، العيان
لعند رقم معين في البريزم باور ده يقدر لسه يشوف الصورة صورة واحدة وزود ديبلوبيا، ازود الرقم هي كان سي وان اوبجكت مفيش ديبلوبيا، لعند رقم معين لو زاد فوقيه هيبقى ديبلوبيا. ده طبيعي، ده عندي وعندك وعند الناس كلها. الهوريزونتال فيوجنال امبليتيود مختلف عن الفيرتيكال فيوجنال امبليتيود. طب انت ليه مصدعانا بكده؟ عشان برضو لما ندخل شوية في الاسكوانت ونتعمق هنعرف الفيوجنال امبليتيود ده مفيد في ايه، وامتى بنفقس بيه حالات كونجنيتال من حالات اكوايرد، وخصوصا في برضه هرجع اقول لك تاني في الفورس كرينيال نيرف. طيب فهو طبيعي زي ما احنا قلنا عندنا حاجه اسمها هوريزونتال فيوجنال امبليتيود، واحد للكونفرجنس واحد للدايفرجنس، واحد للنير وواحد للفار، خلاص. وعندي فيرتيكال امبليتيود ما بيفرقش بقى على فكره هايبر ولا هايبو، يعني سواء حطيت البريزم بيز داون او بيز اوت مش هيفرق، هو في الهوريزونتال اللي بنفسره اكتر. طيب في الهوريزونتال ايه؟ انا عايزه اقيس الكونفرجنس. لو انا عايزه اقيس الكونفرجنس امبليتيود يعني العين هخليها تدخل فوق، عين واحدة هتدخل في وضعية الكونفرجنس والعين التانية مش هتدخل في وضعية الكونفرجنس، وستيل العين كان اكوموديت وتشوف الصورة سنجل ما تشوفهاش ديبلوبيا، هحط له البريزم ازاي؟ هحط له البريزم بيز اوت، خلاص. يبقى لو حطيت البريزم قدام عين اهو الصورة اهي، تعالوا كده معانا اهي، ده انسان عادي السلايد نمبر ايه اهو، دوت اورسو ما فيهوش اي مانيفست سكوينت. لو انا حطيت له بريزم بيز اوت، خلاص بيز اوت، يبقى انا عملت العين دي خليت الايمج تيجي ناحيه الايبكس، فالعين ديفييتنج عملت كونفرجنس، والعين دي تبعتها تاني تبعت الباينوكلاري تبعت وعملت دايفرجنس، بس هتشوف الصوره بليرد. فالعين طبيعي ربنا خالقها عندها القدره انها تجيت ريفيكسيت تاني هنا علشان تشوف الصوره سنجل فيجن، ده طبيعي، دي نورمال فيسيولوجي عندنا، في ده مش بقيس بيه سكوينت ولا بقيس بيه اي حاجه خالص، ده اسمه فيوجنال امبليتيود فور كونفرجنس. مره اخلي العيان دوت او الانسان ده مش عيان بقى هو الطبيعي يعني، باصص مره في الفار ومره في النير، واقعد ازود في البريزم دايوبتر ده، ابتدي مثلا من خمسه وازود وازود لعند ما اشوف ان هو هي كانت اكوموديت ورجع تاني يشوف الصوره ديبلوبيك، خلاص. هنا بيقول لك يعني لو شلت البريزم العين دي هتدايفرج ودي هتتبعها، بس دي هتلاقي الصوره بليرت فترجع تريفيكسيت، دي عمليه فسيولوجيك ما فيهاش اي حاجه، ده سيكويلي لما تشيل البريزم. يعني انت لو حطيت البريزم دي زي ما دي هتكونفرج دي هتدايفرج، بس هتلاقي الصوره بليرت فترجع تعدل نفسها. طب شلت البريزم، طب ما دي كانت كونفرجنت فهترجع تيك الفيكسيشن دي هتتبعها، بس العين الشمال هتلاقي نفسها بليرد فهترجع تريفيكسيت تاني، ونرجع للنورمال الاينمنت الطبيعي بتاعنا. الفيوجنال امبليتيود دوت اللي هو الهوريزونتال ده اسمه ايه، ده الكونفرجنس، احنا بنقيس الكونفرجنس. لو انا عايز اشوف الدايفرجنس هعكس، بدل ما احط بريزم بيز اوت احط بريزم بيز ان، فالعين اللي تحت البريزم هتدايفرج ودي هتتبعها تعمل كونفرجنس، هتلاقي الصوره بلير ترجع تعدل نفسها وتشوف الصوره سنجل اوبجكت، لعند واقعد ازود في البريزم باور لعند ما في نقطه معينه هشوفها ديبلوبد. اخلي العين نعمل دي مره وهو باصص بعيد ومره وهو باصص قريب. البريزم لما بوصل للنقطة اللي شافها ديبلوبيك تحتيه الرقم اللي تحتيه على طول الأقل منه على طول هو ده الفيوجنال امبليتيود بتاعي، وبعمل الوضع ده برضو للفيرتيكال، بس الفيرتيكال أرقامه صغيرة. طيب تعالي كده نشوف هي إيه الأرقام، أنا أشوف بس كينسكي كاتبها عشان هو الأرقام دي فيها ديبيت إيشو ما بين كل عين وعين. أوكي طيب most children ده كل ده هو بيشرح الصور اللي فاتت ما فيهاش حاجة. Most children with good binocular single vision can able overcome 20 prism for from the age. يبتدي اصلا الفيوجنال امبليتيود، الفيوجن انا لسه بقول لكم الباينوكلر فيجن من شويه بيبقى well developed عن 6 شهور، 3 شهور الماكلة الباينوكلر عن 6 شهور خلاص 20 prism diopters. اوكي هو طبعا الكونفرجنس مختلف عن الدايفرجنس، عايزين نقول الموضوع دوت، والفور مختلف على النير. الكونفرجنس دايما اعلى من الدايفرجنس، الدايفرجنس الكونفرجنس ممكن نوصل 25 في النير و15 في الفور. نيجي بقى في الدايفرجنس هنلاقيه مثلا اعتقد كان بيبقى 25 فور دايفرجنس و15 فور زنير. الفيرتيكال امبليتيود من 3 ل 5 بريزم بس،
خلاص. طيب لو الطفل الصغير دوت ما جابش ال 20 بريزم مثلا كونفرجنس امبليتيود فيوجنال امبليتيود، جاب 16 او 12 او اقل، هتعرف ان هو عنده مشكله في الباي نوكلر سنجل فيجن والفيوجنال امبليتيود بتاعه قليل. طب لو الفيوجنال امبليتيود بتاعه عالي وخصوصا في الناس الفيرتيكال، لو قلنا النورمال في الفيرتيكال من 3 ل 5 بريزم دايوبتر، لو الفيوجن امبليتيود بتاعه عالي معنى كده ان هو عنده كونجينيتال سكويند وهو بيكومبنسيت ليه، وكجزء من عمليه الكومبنسيشن دي انه عشان ما يخشش في ديبلوبيا ربنا بيخليه يزود له الفيوجنال امبليتيود بتاعه ده سواء بقى فيرتيكال او هوريزونتال حسب نوع السكويند الكومبنسيتنج اللي عنده. لو فقد الكومبنسيتنج دوت هتلاقي الدنيا هتقع. طيب الباينوكلر كونفرجنس دوت اللي هو عمليه الكونفرجنس ريفلكس زي النير ريفلكس العادي ده من 3 ل 4 شهور. لو العيان عنده اوفر كونفرجنس، يعني ايه اوفر كونفرجنس الجمله دي؟ يعني انت لو قربت منه حاجه وهو بيكونفرج لقيته بيكونفرج قوي اعرف ان هو عنده انسيبيانت ايزوتروبيا، يعني هو يدخل في ايزوتروبيا خصوصا لو كان طفل صغير. ال divergence may be due to either to tendency to diverge deviations or simply lack of interest. لو هو عنده، لو انت بتعمل له convergence test وعمل divergence مش convergence، يا اما الطفل مش منتبه فهو مش مركز مع الاكوموديت، عشان كده لازم تستخدم توي او accommodating target، ما تستخدمش التورش وانت بتعمل ال convergence reflex. و او هو عنده divergence tendency اوكي، يعني هو منتبه بس هو عنده divergence tendency او bad convergence، يعني ده البينوكلر كونفرجنس، ده اللي هو الكونفرجنس ريفلكس، ملوش دعوه بالكونفرج الفيوجنال امبليتيود اوف كونفرجنس اند دايفرجنس او الفيرتيكال. خلاص دي حاجه تانية ونقراها في الفسيولوجي كويس. طيب السنسوري انوماليز اللي هو يعني لو انا عندي سبريشن، ده الكلام ده خلاص احنا قلناه في الانترودكشن، لو عندي سبريشنز، لو عندي ابنورمال ريتينال كورسبوندنج، لو عندي حتى ايفن مونوفيكسيشن، او عندي الباينوكلر سنجل فيجن العادي، هقدر افرق ازاي؟ هو ببساطه السبريشن معروف، مش هشوف بعين وهشوف بعين تانية. لو انا بعمل استيميليشن لو بعمل باينوكلر ديسوشيشن وبشوف العين يقدر يوفر اكوموديت الباينوكلر ديسوشيشن دوت وستيل الباينوكلر فيجن محافظ عليه ولا لا، فدي السبريشن واضحه، هيبقى الديبيتابل ايشو بس بتوين الباينوكلر سنجل فيجن والابنورمال ريتينال كورسبوندنج، لان هو في الاثنين هيشوف باينوكلر، اللي هيشوف يعني انا هتعمل له ديسوشيشن هشوف باينوكلر. طب ايه الفرق؟ هفرق بينهم ازاي؟ هتفرق بينهم بحاجه واحده بس، يو هاف مانيفست سكوينت اور نوت. لو انت عندك مانيفست سكوينت وستيل هو شايف زيه زي الباينوكلر سنجل فيجن، يبقى ده اسمه ابنورمال ريتينال كورسبوندنج، وقلنا ده مش كتير، هو كتير السبريشن يا اما باينوكلر سنجل فيجن. لو ما عندوش مانيفست سكوينت وشايف باينوكلر سنجل فيجن، خلاص ده الهاي جريد باينوكلر سنجل فيجن، ما فيهاش حاجه. القصه بس الصغيره بتاعت اللي هي المونوفيكسيشن دي لما يجي وقتها واحنا بنشرحها هقول لكم عيان المونوفيكسيشن بيشوف ايه، لان هو في الورسفورد دوت تيست ليه طريقه كده معينه بيشوف بيها. طيب هجيب لكم صوره كده من الانترنت واقول لكم هي الموضوع جاي ازاي. يبقى هو زي ما كينسكي قال الـ results can be only interpreted if presence or absence of manifest squint at the time of the testing. طبعا انا بنعمل الـ Worsford dot test ده، عايز تعمله على بعد 6 متر اعمله، عايز تعمله للنير اعمله خلاص، لان في ناس بيبقى عندهم distance في suppression والنير مفهوش suppression، عشان السنترال لها علاقة بالسنترال سكوتوما بس، او السنترال suppression الفيلد بتاعه قد ايه بالظبط سبريسد من الماكيولا. لما بتبص لبعيد انت بتبقى على يعني ايه، بتبقى في الفوفيه اللي هي ايه مظبوطه بالظبط، فلو عندك سنترال سبريشن يتفقس في الديستنت مش في النير، على عكس اللي انت كنت متخيله ان النير هو اللي بيفقس السنترال سبريشن. لا، لما بتكونفرج عشان تعمل نير فيجن الدايره بتاعت الاستيميليشن بتاعت السنتر بتوسع شويه عن منطقه الفوفيا، يعني لو كنا بناخد الفيفيولا في الدستنت مثلا بدانا ناخد الفيفيولا والبارافوفيا مثلا في النير، فلو انا عندي سنترال سبريشن بس صغير في الفوفيولا هيبان في الدستنت، نيجي في النير لا، ما انا عامله استيميليشن لمساحه اوسع شويه، انا واخده الفيفيولا والحته اللي جنبيها،
فحتى لو الفيفيولا مش شايفه الحته اللي جنبيها شايفه، فالسبريشن يروح، فيبتدي العين يرجع تاني باينوكلر سنجل فيجن. عشان كده ده هي يعني، بصوا الموضوع ده مش بيحصل الا في حاجه واحده بس اللي فيها سنترال سبريشن، اللي هي المونوفيكسيشن سيندروم، لكن مش طبيعي. العين لو امبليوبيا بيبقى ده سنترال بريفرال سبريشن. واحيانا بيحصل برضو مع بعض العيانين الاسينشال ايزوتروبيا، لو عملنا لهم العمليات احنا بنسيبهم شويه اندر كوركشن عشان نستيميليت البريفرال فيوجن، بس هو بيبقى عنده سنترال سبريشن، فبالتالي ما يبص في الديستانت لا السبريشن واضح والورست فور دوت تيست ضايع منك والتيست نيجاتيف. طب تعالى بص في النير واعمل تيست تاني، ايه رجع بوزيتيف. طب هو رجع بوزيتيف تاني ليه؟ علشان اصلا قلنا ايه، هو عنده بس سنترال سبريشن لكن البريفرال شغال. البريفرال هنا مش نقصد بيه يعني البريفرال ريتنا ولا حاجه، البريفرال ده نقصد بيه البارافوفايا يعني بقيه الماكولا من الاخر يعني، دي شغاله عنده اتس اوكي. فهم حالتين اللي هتشوف فيهم حاجه زي كده، اللي هو المونوفيكسيشن سيندروم او المايكروتروبيا، او بوست اوبريتيف العيانين الاسينشال انفانتايل ايزوتروبيا. اوكي طيب كنا بنتكلم في ايه تاني؟ خلاص التست اصلا معروف، هو كل ما في الامر بتلبس العيان نظاره ريد جرين، مش هيفرق اصلا انت حطيت له الريد قدام الرايت ولا قدام الليفت، المهم انت انتربريتيت اكوردنج تو يعني. انت لو هو لابس الريد في الليفت يبقى يبقى هو بيشوف بالليفت بس الريد كلر، ولو لابس الجرين في الرايت بيشوف الرايت بس الجرين كلر. بتدي له صندوق، بيشوف صندوق اليومينيتد سواء على الشاشه بتاعت البروجيكتور او لو انت عندك حاجه نير، بيشوفوا في اربع دوائر، دايره حمراء ودايرتين خضر ودايره بيضاء. الدايره البيضاء دي لو هو باينوكلر سنجل فيجن كويس او ابنورمال ريتين كورسبوندنج بس عنده مانيفست سكوينت، هيشوفها كلر كده زي يقول لك بينك، او ساعات يقول لك الترنيتنج يعني ميد واي ما بين الجرين والريد، والمفروض يشوف اربع دوائر. لو شاف خمس دوائر يبقى ده ديبلوبيك خلاص، والخمس دوائر هيشوفهم بالمنظر دوت. هو جايب لك البوسيبل ريزلتس. طب لو شاف دايرتين حمر يعني شاف دي وشاف دي، يبقى هو بيشوف بالليفت اي يبقى الرايت سبريست. طب لو عكسنا شفنا ثلاثه خضر، هو يعني مصور اللون مصفر شويه بس هو المفروض ثلاثه جرين يعني، يبقى معنى كده الليفت هي اللي سبريست والرايت هي اللي بتشوف. وقلت لك ده التست ده المفروض يتعمل في الفار وفي النير، لان انا عندي حالات في الفار هيبقى في سبريشن يعني هيشوف يا اما دي يا اما دي، لكن نيجي في النير هنبتدي نشوف عادي بقى اربع صور كده، اربع دوائر قصدي. اوكي فده البوسيبيليتيز اللي ممكن تشوفها مع الورس دوت وورس فور دوت تيست. الباجوليني نفس الفكره، بس هو ساعتها بيلبس هنا سترايتد لينس، حتى اسمه باجوليني سترايتد جلاسز خلاص، بحيث انها تحول الضوء ل علامه اكس كده يعني. تعالوا نشوف الصوره احسن يعني، هي دي الجلاسز دي فيها سترايشن بتخلي الضوء ده يتحول ل بتخلي الضوء العيان يشوف الضوء كده باينوكلاري خلاص. اوكي لو هو باينوكلر سنجل فيجن كويس المفروض يشوفه كروس علامه اكس في، مفيش حته مقطوعه. لو في حته مقطوعه في النص يبقى ده عنده سنترال ايه سكوتوما او سنترال سبريشن، الحالات اللي احنا قلناها. طيب لو هو شافه لو هو شافه خط واحد بس يعني اما مثلا ناحيه الليفت او ناحيه الرايت يبقى ده عنده سبريشن. لو شافه المنظر اللي انت شايفه فوق ده هيعتبره اللي هو ديسبليس، هو المفروض يشوفه كده ما فيهوش اي سكوتوما خالص، حته سكوتوما صغيره يبقى دي السنترال سكوتوما بتاعت المونو اوكلر اللي هو المايكروتروبيا او المونو فيكسيشن سندروم او بوست او احنا قلنا ايه بوست اسينشال ايزوتروبيا. طيب اهو بس عايزه لو شاف اللي هي هو كانسكي كاتبها اهو، ان ثيوري لو في سمول جاب از بريزنت ان وان ستريك ده معناه ان في سنترال سبريشن اسكوتوما ده فاوند ان مايكروتروبيا از بريزنت، ان براكتس ذس از ميبي described زي by patients across. طب انت عايز تكونفيرم ده ازاي؟ انا قلت لك السنترال سكوتوما او السنترال سبريسنج سكوتوما ممكن بالورس فور دوت تست تفقسها الفرق بين الديستنت والنير، مره هيشوف سبريست ومره لا، او تشوفها بالباجونيني ان في سنترال جاب. وهناخد بقى اخر تيست يفقس المايكروتروبيا او سنترال سبريسنج سكوتوما اللي هو اسمه فور بريزم دايوبتر تيست.
طيب لو انا طبعا الخطين اللي هم احنا قلناهم في الصور اللي هم مش عاملين كروس، لو انت شفت منظر الفي ده معنى كده ان هو ديبلوبيك، العيان ده ديبلوبيك كده، ده سبريشن، ده ديبلوبيك، ده النورمال، ودي السنترال سبريشن سكوتوما. طيب سنترال سبريشن سكوتوما بنعمل حاجه اسمها وورسفورد دوت تيست. تعالى هنقرا الكلام اللي كاتبه في كينسكي وبعد كده اشرحه لك على الصور عشان يبقى اسهل بكتير. هو انا هجيب 4 دايوبتر بريزم بس صغير كده خالص، وده طب ايه انت ايه الهدف بتاعك؟ تعالوا الاول نتكلم على حاله نورمال ونشوف ايه لو انا حطيت الفور بريزم عامل زي الفيوجن الامبليتيود اللي كنت لسه موريه لك الصور بتاعته بالظبط. لو انا عندي ده نورمال باينوكلر سنجل فيجن وحطيت الفور الفور بريزم دايوبتر دوت قدام عين، خلاص احنا مش بنتكلم ان فيها سنترال سابريشن ولا فيها اي حاجه اللي هي النورمال. ايه اللي هيحصل؟ اللي هي اسمها بايفوفيال فيكسيشن. لو البريزم هحطه بيز اوت ماشي اوكي، خلاص احنا مش هنتكلم على المايكروتروبيا دلوقتي ولا هنتكلم على اي حاجه. لو اتحط ان فرونت اوف مثلا رايت اي العين وانت حطيته بريزم بيز اوت، العين اللي تحت البريزم هتروح فين؟ هتروح هتعمل كونفرجنس. طيب والعين اللي الثانيه اللي هي مش قدامها البريزم هتعمل ايه؟ عامل زي اللي لسه قايلينه من شويه، هتعمل دايفرجنس، بس هتكتشف ان الصوره فيها مشكله فهترجع تعمل كوركتيف موفمنت وتصلح نفسها علشان تقدر تشوف الصوره حاجه واحده. فين طيب فين الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اهو تعالى سي انا عندي العين ادي الرايت وادي العين الليفت، انا حطيت البريزم بيز اوت كده، العين تحت البريزم عملت كونفرجنس، دي راحت جايه عامله دايفرجنس وراها، دي زي ما دي عملت كونفرجنت دي عملت دايفرجنت. ام العين اللي هي الشمال اكتشفت ان الصوره بريرد لانها شايفه بالفوفيه فعايزه تعمل ريفوفيتنج تاني تجيب الصوره على الفوفيه فتعمل اسمها كوركتيف سكات او كوركتيف موفمنت وتيك الفيكسيشن فترجع تاني ترد ايه تعمل الكونفرجنس دوت علشان تفضل الصوره هنا واقعه على الفوفيه والصوره هنا واقعه على الفوفيه. ده النورم اهو. يبقى انا لو حطيت البريزم بيز اوت قدام عين العين دي هتكونفرج دي هتدايفرج طبعا ليها، لكن هتلاقي الصوره بليرد وعايزه تجيبها على الفوفيه ترجع تاني تعمل كوركتيف كونفرجنس او بنقول عليه فيوجنال ريفيكسيشن موفمنت، سميها زي ما تسميها كوركتيف سكات كوركتيف كونفرجنس فيوجنال ريفيكسيشن، بس ده اللي هيحصل للعين اللي هي مش اندر اللي هي مش اندر البريزم. طيب تعالى بقى يا سيدي نيجي على عين فيها فيها سنتر سابريشن سكوتوما او مونو اوكلر موفمنت او مايكروتروبيا فيها انجل صغير، هحط مره البريزم قدام العين السليمه ومره البريزم قدام العين التعبانه ونبتدي نشوف. طيب لو انا حطيت البريزم قدام العين اللي فيها سنتر سابريشن سكوتوما او اللي فيها المايكروتروبيا بريزم بيز اوت وهو برده 4 دايوبتر، احنا مختارين رقم صغير عشان يبقى وذن الفيوجنال امبليتيود. لو حد قال لي ليه مختارين الاربعه؟ عشان يبقى وذن النورمال فيوجنال امبليتيود عشان العين الثانيه اللي مش تحت البريزم تقدر تعمل الكوركتيف موفمنت بتاعت الريفيكسيشن عادي زي ما اتكلمنا عن النورمال فيوجنز الفيوجنال امبليتيود الطبيعي اللي بخلق فيا وفيك وفي اي انسان طبيعي. لو انا حطيتها قدام السنترال سبريشن سكوتوما او العين فيها مايكروتروبيا انا عندي سنترال سبريشن سكوتوما، السنتر بتاعي مش شايف فمش هياخد باله ان في بريزم اتحط قدامه فهو مش هيكونفرج والعين السليمه مش هتتحرك لا يمين ولا شمال، هنفضل كده ثابتين في مكان. يبقى العين دي فيها سنترال سبريشن سكوتوما خلاص. طيب تعالوا نحطه انا ستيل العين ده عنده مايكروتروبيا، هحطه قدام العين اللي هي السليمه اللي ما فيهاش سنترال سبريشن سكوتوما، والعين اللي فيها سنترال سبريشن سكوتوما ما حاسبها مش محطوط قدامها حاجه، ايه اللي هيحصل؟ انا لما احط قدام العين السليمه العين اللي تحت دي هتكونفرج خلاص على ان هي البريزم اتحط قدامها وهي شايفه طبعا والصوره اتحركت ديسبليس توردز ذا ايبكس فالعين هتكونفرج، والعين الثانيه ايا كان حالتها ايه هتدايفرج تبع للكونفرجنس اللي حصل هنا ماشي، بس العين دي عشان عندها سنترال سبريشن سكوتوما مش بتشوف بالبريفرال فيجن بتاعها مش بتشوف بالسنترال فيجن مش اوير ان الصوره بقت اكسترا فوفيشن بالنسبه لها فمش حاسه انها بليرد هي لانها اصلا بتشوف احسن بالبريفرال فيوجن او بالبريفرال فيجن او الفيوجن برضو خلينا نقول التعبير الادق عن السنترال فيوجنز، فبالتالي هي عملت الدايفرجنت اكوردنج لحركه العين هنا مش اكوردنج للاورنس بتاعها للديسبيسمنت بتاع البيكتشر، وهي مش شايفه ان في اي مشاكل عندها فهتفضل دايفرجنت مش هترجع تعمل الريفكسيشنال موفمنت. يبقى تاني نختصر
باختصار العين الطبيعية لو حطينا البريزم بيز اوت، خلاص العين الطبيعية لو حطينا البريزم اللي هو الفور دايوبتر بريزم بيز اوت، هتعمل اللي تحت البريزم بتعمل كونفرجنس، واللي مش تحت البريزم دايفرجنس، وبعد كده تعمل كوركشن ريفيكسيشن فور فيوجن اللي هي تعمل كونفرجنس تاني. لو حطيناه في عين فيها مايكروتروبيا قدام العين السليمة هيحصل اللي تحت البريزم كونفرج واللي مش تحت البريزم هتدايفرج، بس مش هيحصل الريفيوجن كونفرجن خلاص، لان هي مش عايزه السنتر، هي فرحانه بالبريفرال اللي انت حطيته فيها. اما لو حطيت البريزم قدام العين اوريدي اللي فيها المايكروتروبيا على طول من الاول، مش هتحصل اي موفمنت خالص، لان هي مش شايفه ان في بريزم اتحط قدامها من الاساس. ده بعرف ان العين ده عنده سنترال سبريشن سكوتوما، وعرفته من الباجوليني، وعرفته منين؟ من الورس 4 دوت تيست، وهجيب لكم الصوره ان شاء الله بتاعت الورس 4 دوت تيست عشان يبقى الكلام ادق. تقريبا هو ده اخر حاجه بقى نقدر نقيس بيها السنسوري سيستم. احنا كده يعني اتكلمنا على الستيريوبسيس، واتكلمنا على الباينوكلر فيوجن والفيوجن امبليتيود والكونفرجن تيست، واتكلمنا على السنسوري انوميليز. الساينوبتوفور، الساينوبتوفور ما فيهوش كلام كتير، هو يعني ما عادش موجود وما عادش حد بيستخدمه كتير الا هيستوريكال، بس هو عباره عن جهاز بتقعد عليه فيه انبوبتين، وانت المفروض بتبص من خلالهم وبتقعد تظبط في انجل بتظهر على الجهاز، وفي انجل الدكتور هو بيكزامن وانت بيشوفها عليك، في حاجه اسمها سبجكتيف انجل واوبجكتيف انجل. دي ده كطريقه علشان يشوف في ابنورمال ريتنال كورسبوندنج ولا لا، المفروض ان هم يتساووا، لو مش متساويين يبقى في ابنورمال ريتنال كورسبوندنج، لو متساويين يبقى مفيش ابنورمال ريتنال كورسبوندنج، سواء بقى انت عندك سكوينتون ولا ما عندكش. الكلام ده بس بيتقري، ما هي ما فيهاش حاجه، هو بس فكره ان هو بيديتكت السبريشن والابنورمال ريتينال كورسبوندنج، يعني هو لو ليه صوره. طبعا هنا تاني ده كلام فيسيولوجي، اللي هو يعني ايه الباينوكلر سنجل فيجن الاول جريد اللي هو السيمتينيس بيرسبشن، بيقول لك الساينتوفور بيوريك ايه. انتوا عارفين بقى الصوره المشهوره بتاعت القفص والعصفور، مش عايزين نضيع الكلام فيها كتير، ممكن نبص على الصوره اهو. يعني هنا اهو انت باصص في تو تيوبز، التيوبز ديت هو يبتدي يديك الجهاز اهو، انت باصص هنا وباصص هنا خلاص، وفي هنا ميرور بترفلكت الصوره، والصور بتتحط في الحته دي في يعني هنا وهنا. انت بتبتدي اصلا تحرك الجهاز وتظبط. اول حاجه شفت بتشوف بعين قفص وبتشوف بعين عصفوره، وبعد كده تقدر انت بتدخل القفص في العصفوره، يعني المفروض عين ده بيديك هنا قفص وده بيديك عصفوره، وانت بتشوفها لو شفتهم مع بعض يبقى ده سيمتينس بيرسبشن. الفيوجن بيديك صوره فيها جزء مزد من الصوره الثانيه، فانت بتشوفهم حاجه واحده، فلو شفتهم كده انت عملت الفيوجن. والاستريوبسز اللي هو تشوف الحاجه لها 3 ديز، انت طبعا لو مش شايف يقول لك ابتدي ظبط. لو عندك عين سبريست ففي عين هتفقد الرؤيه اصلا من الاول سيمتينس بيرسبشن، يعني مش محتاج حتى تعمل فيوجن، يعني مثلا تشوف العصفوره بس او تشوف القفص بس. لو عندك ابنورمال ريتينال كورسبوندنج هيبتدي يقول لك ظبط لعند ما العصفوره تدخل القفص عشان يشوف او تشوف انت الفيوجن، وهو شاف عليك انجل وانت بتظبط هنا بيطلع رقم انجل، ففي الانجل اللي انت بتظبطها بايدك انت اصلا هي دي السبجكتيف، والانجل هو اللي بيشوفها الدكتور عليك هي دي الاوبجكتيف، وبيشوف الفرق بينهم عشان يعرف انت ازاي عرفت تشوف فيوجن وانت عندك مانيفست سكوينت. يبقى هل انت عندك باينوكلر سنجل فيجن عشان ابنورمال ريتينال كورسبوندنج، ولا علشان انت عندك الترنيت فيكسيشن مثلا، فهيبتدي يعرف ده من الفرق الانجل مع الانجل. بعد كده بقى ندخل في الموتور اسسمنت، هنعمل له بس فيديو لوحده عشان ما اكونش طولت عليكم في الفيديو ده.